اتذكر قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا جماعة، مما تحبون، مش مما فضل من مالك ومما فضل من طعامك، مما تحب. بتقول يا شيخ ما معي إلا هالألف دولار، ايه، ولكن قديش هلأ معلق فيها؟ جربها، لما تنفقها على الفقراء لله تعالى وتفرج كرب هالناس، شوف منا شعور، شوف منا شعور حتحس فيه. لدرجة انه هون السيكولوج، يعني ما يسمى بعلم النفس، بتروح لعنده المكروب. من الاشياء اللي بيعلموها للناس انه انفق على احد، يعني اعطي مال لحدا، ساعد حدا، لانه هيدا حيخليك تحس بشعور سعادة. فالسعادة في العبادة والسعادة في الانفاق، مما شو؟ مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا شيخ، صار لي انا شهر هلأ او شهرين عم صمت بهالالف دولار، هلأ موسم الخيرات، أفضل الصدقة صدقة في رمضان. روح انفاق لله، ولا تخشى، ولا تخشى من الله إقلالا، الله الرزاق، الله لا يموت. أنفق ينفق عليك، يعني مجربة. قديش مجربة، قديش مجربة. بتقول ألف دولار ما معي غيرها، حطها للفقراء وشوف قديش حيجيك، أضعاف بإذن الله تعالى بسر هذه الصدقة.